بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتكلمنا عن الإسراء كحدث حدث لرسول الله تسلية له عما لقيه من الإيذاء من القوم الذين صدوا عنه وكلفوا السفهاء أن يؤذوه بالقول وبالفعل. وحين ضاقت عليه الأرض بما رحبت فتوجه إلى الطائف، ثم لقي ما لقي من العنة والإيذاء، ثم رجع إلى مكة فلم يجد من يدخل في جواره إلا رجلا كافرا رق قلبه له فأدخله في جواره وهو المطعم بن عدي. قسوة من الأرض ما أبشعها. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلي رسوله بأن هذا جفاء الأرض، فانظر حفاوة السماء. فجاء حدث الإسراء والمعراج. وقلنا إن حدث الإسراء جاء أولا، ثم جاء بعده بنص الحديث الجامع لهما حدث المعراج. والإسراء آية أرضية من المسجد الأقصى من المسجد الحرام وهو معلوم للقوم، إلى المسجد الأقصى وهو معلوم أيضا للقوم، والمسافة بينهما 40 يوما بسير الإبل. فكون الرسول يحدث أنه أتاه في ليلة تلك معجزة في قطع المسافات. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقربها لأذهان الخلق، فقال: لا تقيسوا فعل الله بفعلكم، لأن فعلكم يقتضي علاجا ويقتضي دواب ويقتضي مسافة وقطع مسافة، وهذا حسب الجهد والقوة، ولكن نزهوا الله في فعله أن يحتاج لزمن. فصدرها بقوله سبحان، أي تنزيها لذاته وتنزيها لصفاته وتنزيها لفعله. وآية الإسراء كما قلنا آية أرضية، لذلك استطاع الرسول بما آتاه الله من الإلهام أن يدلل لهم بصدقه في الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بأنهم قالوا: صف لنا بيت المقدس. قولهم صف لنا بيت المقدس شهادة منهم أنهم متأكدون أن رسول الله لم يرى بيت المقدس، وإلا لو كانوا يعلمون أنه رآه لما قالوا له صف. إذن فقولهم صفه لنا تحدي، ومدام تحدي يبقى إذن هم مؤمنين بأنه ما شافوش. الرسول حينما يأتي في مثل هذه العملية، هل عنده الاستحفاظ الكامل بالصورة للمسجد بأبوابه وشبابيكه ونوافذه ولونه وساحته مسألة مش فلولاه الله له، وصار يصف كأنه يرى الآن، يرى الآن. أدي آية. شيء آخر، أن الطريق بين بيت المقدس وبين المسجد الحرام طريق مسلوك للعرب، يذهبون فيه في رحلاتهم إلى الإيه؟ إلى الشام. فأخبرهم أن عيرا لهم في الطريق، وعدد العير كذا وشكله كذا، والجمل اللي ماشي قدامهم لونه كذا ويحملون كذا وكل، وميعاد وصولهم لكم في شروق شمس يوم كذا. فتجمعوا لينتظروا العيل، فأشرقت الشمس أو كادت تشرق، فقال واحد من القول: ها هي ذي الشمس قد إيه طلعت ولم يأتي العير. فرد عليه رجل آخر: لا، وهذه العير أيضا قد طلعت. يبقى إذن المسألة، يبقى إذن وصف، وبعد ذلك وصف للطريق، كل ذلك ممكن أن يقوم عليه الدليل للبشر.
جعل الله آية الإسراء الأرضية اللي ممكن ان هو يدلل عليها وفي ناس شافوا بيت المقدس ووجدوه كما وصف واللي جايين في العير وجوم وكده كل ده دليل ام عليه مع الاول. فاراد الله سبحانه ان يجعل ما يمكن الدليل عليه من ايات الارض وسيله لتصديق ما لا يوجد دليل عليه في الصعود الى السماء. والا فهل ذهب احد الى سدره المنتهى عشان يقولوا له صف لنا سدره المنتهى؟ ما فيش. هل حد راح في الطريق بين السماء والارض؟ ما فيش. امال ايه الحكايه دي؟ قال لك ايه الارض امكن ان يدلل عليها، فاذا ما دلل عليها وثبت خرق نواميس الكون في المسافه والزمن، وان المسافه خدت ليله وبياخدوا فيها 40، يبقى ثبت لهم ان قانون الزمن والمسافه قد خرق له. وما دام قانون الزمن والمسافة خرق له، إذن فإن حدثكم بشيء آخر خرقت له فيه النواميس فصدقوه، بدليل أن النواميس خرقت له فيما تعلمون. يبقى إذن آية الإسراء جاية ليه؟ علشان تقرب للناس مسافة أن يصدقوها، لأن واحد يقول لك صعد للسماء وإلى آخره دي عملية، قال لك طيب ما هو خلق له الناموس فيما تعلمون من آيات الأرض، فالذي خرق له الناموس في آيات الأرض يبقى من الممكن أن يخرق له النواميس في آيات الإيه؟ في آية السماء. ومع ذلك لطف الله بعقول خلقه فجعل آيات الإسراء بالنص الملزم الصريح، ولكن آيات المعراج جاءت بالالتزام في قوله في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الإيه؟ المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولذلك قال العلماء أن الذي يكذب الإسراء يكفر، إنما اللي يكذب المعراج يبقى فاسق. بس ليه؟ لأن الآية مش نص علج به إلى السماء بل جاءت بالالتزام، سدرة المنتهى وإلى آخره وما زاغ البصر وما إيه؟ وما طال. ولكن أهل التحقيق يقولون وما دام جاء ذلك بالالتزام فأيضا الذي يكذب المعراج يبقى كافر. ليه؟ لأن الرسول بيّن ذلك في حديثه، وإحنا مؤمنين، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقرب الله للناس الغيبيات اللي عقولهم لا تستطيع أن تدركها بالمحسات التي يدركونها. فلما يجي أمر عجيب كده يقوم يجيب آية حسية يقول أهي دي زيتي، فجاب الإسراء أول علشان قول إيه؟ أهدوا قطعوا في ليلة واحدة مع أنكم قلتم بنفسكم أنها تقطع في 40 أو في شهر بسيل الإبل، وهو قطعها في إيه؟ ليلة، بدليل البيانات اللي ادها لكم دي. يبقى خرق له القانون ولا ما خرقش؟ خرق له القانون. وما دام خرق له القانون في دي، يبقى لما يقول لكم أنا طلعت للسماء يبقوا صدقوا في أن القانون قد إيه؟ قد خرق له. لأن المسألة مش مسألة أنه عايز يعمل له حدث، لا، ده بده يستدل على أن الرسول في معجزاته تخرق له القوانين، مش بس المقصد أننا نوديه المعراج ونعمل له إسراء، لا، بده يقول أن الرسول مؤيد بمعجزة تخرق له الإيه؟ القوانين. لأن ما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة الكونية، للسنن الكونية. يبقى المقصود منها إيه؟ أن سيطرة الذي خلق الأسباب يخرق الأسباب. النار خلقها الله تحرق ولا ما تحرقش؟ خلاص تحرق. هل كان المراد من نجاة إبراهيم من النار إننا ننجيه من النار؟ لا. ليه؟ لأنه لو كان القصد أن ينجيه من النار ما كان يمكنهم أن يمسكوا به أو يمسكوا به وبعد ذلك يرموه برضه في النار، لكن ربنا يبعد شوية مطر تروح مطفية، ممكن ولا مش ممكن؟ إذن المسألة مش نجاة إبراهيم، المسألة إثبات خرق النواميس. فشاء الله أن تظل النار نارا وأن يقدر على إبراهيم كده ويمسكوه ويرموه في الإيه؟ النار، ولا ينزل مطر ولا أي حاجة، لكن خالق النار قال لها يا نار أنت مؤتمرة بأمري، أمرتك أن تحرقي والآن آمرك بألا تحرقي، قلنا يا نار كوني بردا. يبقى المسألة خرق نواميس، مش المسألة حدث عايزين نعمله، لا، خرق ايه؟ نواميس. والله سبحانه وتعالى يترك في المحسات الكونية ما يدل على الأمور الغيبية. حدثنا من يوم نزل القرآن أن آيات في الكون كذا وكذا وكذا وكذا، وغابت عنا أشياء، ثم جاء العقل البشري
بواسطة علم التجربة والمعمل أثبت لنا أشياء كانت غيبا ولا ما كانتش غيب؟ هل كونها غيب زمان معناها أنها مش موجودة؟ لا، هي موجودة، إنما أنتم ما عندكوش قوة الإدراك لها، لكن شاء الزمن إن كنتم إيه؟ تدركوها الآن. إذا حدثت بأمر غيبي فلأنه غاب عن إدراكك، اوعى تقول لا ده ما حصلش، لأنه من الجائز إنه غاب عن إدراكك، لأن إدراكك هو اللي قاصر، ومن الممكن إن بعدين إيه؟ فإذا كنت حدث لما الله سبحانه وتعالى لما يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وسائل مواصلات، وبعدين إيه يقول ويخلق ما لا تعلمون، وخلق ما لا نعلم ولا ما خلقش؟ خلق، وشوفنا دلوقتي لحد الصاروخ. إذن قول الله ويخلق ما لا تعلمون دليل على أن في كونه أشياء هي غيب عنك الآن، ولكنها قد تكون فيما بعد إيه؟ مشهد. فاستدل بصدق الغيب الذي لم تكن تشهده زمان على صدق الغيب فيما لم تشهده الآن، وأن الحق ستظل آياته تؤتى في قوله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سنريهم، ومعنى سنريهم يعني إيه؟ يعني مش دلوقتي، يبقى لسه حييكي، لأن السن للاستقبال. طب ما احنا هنقرأ الآية دي قبل ما تقوم الساعة، يبقى برضو نقرأها إيه؟ نريهم ولا سنريهم؟ يبقى إذن سيظل عطاء الله في كونه إلى أن تقوم الساعة، وهو التي أشار إليها في قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، الزرار ده هات المش عارف إيه، والزرار ده ود إيه، وانقل إيه، وانقل إيه، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغن بالأمس. إذن فالغيبيات التي نحدث عنها نستأنس بالغيبيات التي كانت غيبيات ثم صارت إيه؟ أمور محسة الآن. الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك أنفق، علشان النفق بتاع ده أنا هضعفها لإيه؟ لعشرة أمثال أو لمئة مثل أو لسبعمئة مثل، يوم يضرب لي مثل بأمر معصوم، تقول يا سلام هبقى أنا حسنة واحدة ريال ولا جنيه عم تقول يدي لي قد كده، أقول لك آه يديك. يوم يضرب لك مثل محس أنت بتشهده كل يوم، وتشهده في إيه؟ في مناط استبقاء حياتك في القوت، اللي هي الحاجة اللي يقول أنت بترمي في الأرض بذرة حباية غلة، ولما ترميها تقوم الأرض تقوم الذهب إيه؟ أولا الحباية نفسها فيها مقومات حياتها، إلى أن تستطيع بجذورها أن تأخذ مقومات الحياة من الأرض، يقوم لما تنبل كده إيه؟ وبعدين يطلع لها زبان، يقوم يرشق في الأرض، الحباية نفسها تتعمل ورقتين اتنين أو ورق، تقوم تمد لحد الجذر ما يعمل إيه؟ ما ياخد في الأرض، وبعدين ياخد من الإيه؟ إذن ففيها ذاتية الإيه؟ فيها ذاتية النمو. لما نجيب الفول النابت وننبته بتطلع له إيه؟ الزبالة بتاعته. الزبالة دي لما بيجي في الأرض الزبالة دي تبقى جذر، تقعد الفلقتين دول يتحولوا إلى ورقتين، ياخدوا الغذاء من الجذر، والبز ده هو ياخد من الأرض، يظل كده إلى أن الجذر ده يبتدي يمص في الأرض الله. إذن ففيها غذاؤها الإيه؟ الذاتي، لحد ما تقوى على أنها تأخذ من إيه؟ تأخذ من غيرها. يقول أي حباية القمح بترميها في الأرض تطلع لك كم سنبلة؟ سبع سنابل. الجذور تروح مطلعة دن كتير، وكل سنبلة يبقى فيها كام؟ يبقى احسبها كده بقت كام؟ 700. الله بقى حبة واحدة طلعت لي إيه 700؟ إذن لو يحدثك الله بأن جنيه واحد حيخليه لك 700 ما تكذبش. ليه؟ لأن الأرض وهي مخلوقة لله أعطيتها حبة فأعطتك 700، مخلوقة لله، يبقى إذا كان المخلوق لله يدى كده يبقى الله ما يديش، يبقى إيه؟ إذن ففيه آيات تحس لتكون إيه؟ دليلا على ما لا، على ما لا إيه؟ على ما لا يحس. ويجي بعدين العلم الحديث يقرب لنا المسافات. دلوقتي مثلا كان زمان ما حدش يقدر يصعد في السماء يختنق ويموت، مش كده؟ دلوقتي بيروحوا للايه؟ راحوا للقمر، وبيعملوا دلوقتي عشان يروحوا فين؟ المريخ. الله، ايه الحكايه بقى؟ اذا كان البشر استطاع ان هو يطلع الانسان من حته الى حته ما فيهاش هوا، ويمكن له ويدي له حياته ويعيش ويقعد مده طويله ويلف حوالين مش عارف ايه وايه وايه، اذا كان البشر قد استطاع ان يفعل هذا، الا يقدر رب محمد ان يصنع له لحظه يذهب فيها الى السماء
وبعد ذلك يظل المدة اللي يظلها ويستقبل من الله ثم يعود إلى الأرض. ده طلعوهم للسماء وجابوهم بزير رجعوا. إذا كان البشر يستطيع ذلك يبقى دي مسل بتقرب لنا المسافات ولا لا؟ تقرب لنا الإيه؟ تقرب لنا المسافات. الحق سبحانه وتعالى حين يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر معجز كوني يبقى له فيه عمل. العمل اللي احنا قلنا عليه شرح الصدر وحط مش عارف ايه الله. فبدأنا لما بننتقل من بلد إلى بلد بنعد نفسنا إعداد لما يناسب جو هذه البلد ونقول لك خد الحقن واعمل دي مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه الله. يبقى ربنا لما بده ينقل محمد إلى السماء يبقى ما يعملش فيه عملية زي دي الله. وإذا كان سيلتقي بالملائكة طب الملائكة دول أجسامهم جن مخفيين الله وحيلاقي الأموات اللي ماتوا قبله من الرسل يبقى لازم يحصل إيه اللي يحصل؟ لازم يحصل حاجة في تكوينه صلى الله عليه وسلم يحصل حاجة في تكوينه صلى الله بحيث يستطيع أن يلقى الإيه؟ يلقى الملائكة ويلقى جبريل ويلقى الأنبياء الإيه؟ السابقين ويجتمعوا. وإذا ما احنا استقرأنا القرآن نقوم نجد في آية في القرآن تدلنا على صدق الرسول فيه. الرسول حين يأمره الله أمرا ينفذه ولا ما ينفذوش؟ ينفذه. فإذا كان الله قد قال له في كتابه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا يبقى طلب الله من رسوله أن يسأل مين من سبق من الرسل. طب ويسألهم ازاي بقى ان شاء الله؟ لا يمكن ان يسألهم الا اذا وجدت ايه مجابة. فاذا حدثنا وقال ده التقيت بالانبياء نقول له صدقت دي تصديق لقول الله واسأل من ارسلنا ايه من قبلك من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة ايه يعبدون. والفكرة كلها دائرة حول يقين المؤمن بصدق رسول الله. عقلك فهمها ولا ما فهمها؟ ما اكثر ما لم يفهمه عقلك في الكون وظل غير مفهوم إلى أن يفهم تباعا شوية النهاردة وشوية بكرة إذن عقلك ما هوش المقياس اللي تعمل به. ليه؟ قال لك لأن عقلك وسيلة إدراك ولك وسائل إدراك متعددة. لعينك وسيلة إدراك، أذنك وسيلة، أنفك وسيلة إدراك، ذوقك وسيلة إدراك، لمسك وسيلة إدراك. إذن فكل وسائل الإدراك هل هي مطلقة الإدراك ولا محددة بقوانين؟ الودن بتسمع لكن اذا الصوت بعد والزبزبه ما وصلتنيش الزبزبه بعترت قبل ما توصل الى ودني اسمع ما اسمع. اذا ادراك الاذن للصوت له قانون. والعين تفضل العين تشوف كده وكل ما يبعد عنك شويه يقل 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 لحد ما ايه انت تبص مثلا الى نهر او الى شارع طويل تقوم الشارع يبقى واسع كده كل ما تبعد عنك الشارع يعمل ايه هو بيضيء ولا مسحته هي هي امال ايه اللي بيخليه ادراكاتك كل ما تبعد يقوم لحد ما تلاقي الايه التقوا معه هم ما التقوش ولا اي حاجه تشوف راجل مثلا طوله 100 مترين مثلا وبعد ذلك يقعد يبعد عنك يبعد عنك يبعد عنك يتلو يبعد عنك لما يبقى زي الطيف زي الطيف وبعدين زي اللعبه مسقوطه كده وبعدين يختفي خالص. اذا فكل وسيله ادراك لها قانونها ولا لا؟ كذلك عقلك له قانونه. اوعى تفهم بقى ان عقلك لازم يدرك كل حاجه زي اي وسيله ادراك له ايه له ايه قانون. بدليل ان احنا لما نحب نتغلب على قانون العين نقول ده ما بيشوفش نقوم نعمل له نظاره تكبر له الايه تكبر له الحاجه يقوم اللي ما كانش يدركه الاول يستطيع انه ايه انه يدركه الايه الان ولا نجيب له مثلا عدسه كده ونحطها له في ودنه اللي ما كانش بيسمعه يقدر ايه يقدر بيسمع. المجهر والميكروسكوب الاثنين دول بيعملوا ايه؟ ما هم بيقوم وسائل الادراك في ان تدرك ما لا يدرك بالطبيعه. لان المجهر يكبر لك الشيء وما دام يكبره يعمل لك الشيء مثلا قد كده 10 مرات 20 مره 50 مره فما دام يكبر تشوفه. طيب او يقرب لك البعيد. يا يكبر لك المرئي وده المجهر. يقرب لك البعيد وده مين الميكروسكوب. يبقى اذا ايه الاثنين. اذا فكل وسيله ادراك لها قانونها فالعقل له قانون. فاذا حدثت بشيء عقلك ما يعرفش نشوف الذي حدثك توثقه صادقا
يبقى انتهت الايه المساله. وما دام وثقت صادق يبقى خذها على انه. ولذلك سيدنا ابو بكر حينما قالوا له ان صاحبك يحدث بانه حصل منه كتو الاسراء والعمليه اللي عملها دي، قال ان كان قال فقد صدق. يبقى الحجه عنده ايه؟ مش ان عقله يسعه، بل ان هو يقول يبقى قوله هو ايه؟ قالوا له بقى انت قال ده انا بصدقه في اكثر من كده، ده انا بصدقه في خبر السماء ياتيه من الوحي ومش عارف ايه، مش هصدقه في هذه الايه؟ يبقى استعمل عقله برضه ولا لا؟ استعمل ايه؟ استعمل عقله. اذا فايه الاسراء كانت ايه ارضيه يمكن ان يقام عليها الدليل، ويمكن ان يفهم الناس ان القانون قد خرق لمحمد، وما دام القانون خرق لمحمد في هنا فإن قال أنه خرق لي فيما لا نعلم نبقى نصدقه ولا ما نصدقوش؟ نبقى نصدقه. هنا تجد السورة اللي مسماها سورة الإسراء ومسماها بسورة بني إسرائيل، لها اسمين الإسراء ولا الاستهلاله، ونجد ما فيش إلا الآية دي بس، سبحان الذي أسرى بعبده إلى قوله إنه هو السميع الإيه البصير. وبعدين كلها هتتكلم بقى عن حاجات تانية، دخل بني إسرائيل وقصتهم مع موسى وإلى آخره. يبقى إذن سورة الإسراء، الإسراء خد منه آية واحدة، والباقي الأغلبية والجمهورة خدها مين؟ بني إسرائيل. تبقى إيه المسألة ليه كده؟ طب إحنا قلنا الحكمة في الإسراء بعد آخر سورة النحل إنه كان في ضيق مما يمكرون، وكان في متاعب، فربنا حب إيه يسلي فعملوا الإسراء. طب وجيه بعدها ليه كده؟ قال لك آه لأنهم ألفوا أن الرسول موسى عليه السلام جاي لبني إسرائيل، فلما يجي محمد عشان يقول أنا رسول الناس كافة يقولوا لا أنت بس إن كنت حتى رسول تبقى لمين؟ للعرب زي بس إحنا، وإحنا ده رسالتنا، وبيت المقدس علم له، وخاصة إن إحنا كانت القبلة الأولى بتاعتنا بيت الإيه؟ بيت المقدس. إيه الحكاية بقى بتاعت القبلة الأولى بيت المقدس؟ وبعدين ربنا يسري برسول الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ايه الموضوع؟ قال لك علشان يثبت دخول بيت المقدس في مقدسات الاسلام، ما يقولوش دي بتاعتنا وروحوا شوفوا لكم انتوا حته ثانيه. يبقى ما دام بقى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وبقى هيبقى قبلتنا ومش عارف ايه، يبقى ايه الاسلام دخل ايه دي في حوزته، ما يقدروش بقى يقولوا ده رسول العرب بس حتى نصدقوا بانه رسول، لا ده رسول الناس كفاه، ومقدساتكم دخلت في ايه؟ بدليل انهم اتجهوا اليها كذا شهرا في ايه؟ في الصلاه. يبقى جاب الحكايه دي وهيجيب بقى بني ايه؟ بني اسرائيل. يقول الحق واتينا موسى الكتاب. طبعا احنا اتينا موسى الكتاب يعني اوحينا اليه بالكتاب، والكتاب المراد به مين؟ التوراة. لكن الكتاب إذا أطلق بدون موسى وبدون عيسى يبقى ينصرف إلى الإيه؟ إلى القرآن. لكن لما أقول موسى الكتاب يبقى مين؟ التوراة. عيسى الكتاب يبقى مين؟ الإنجيل. لكن إذا أطلق الكتاب ينصرف إلى مين؟ ينصرف إلى الإيه؟ إلى القرآن. وآتينا موسى، آتينا يعني أوحينا. هنا الوحي قد يكون بمعاني الأشياء ثم الرسول يعبر عنها بألفاظه، أو يعبر عنها رجاله وحواريه بألفاظه. يبقى الوحي للمعاني كما يتحدث لنا رسول الله في الأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية اللفظ من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعاني من مين؟ من الحق. أهل التوراة والإنجيل زي مين؟ زي حديث رسول الله. طب وش معنى قلنا بقى لا ده القرآن بلفظه؟ قال لك لأن القرآن نزل كتاب منهج زي التوراة والإنجيل، ونزل كتاب معجزة. معجزة يعني ما حدش له فيه عمل، يبقى لازم اللفظ بتاعه كما وصل من الله، لأنه إيه؟ معجزة. وما دام معجزة يبقى ما فيش لحد له إيه؟ لا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه حاجتين اثنين، أوحي إليه لفظ ومعنى ده في القرآن، وأوحي إليه معنى في الإيه؟ في الحديث. وآتينا موسى الإيه؟ الكتاب، أي التوراة. طيب الإيتاء الكتاب معناها أوحينا، ما هو الإيتاء سبب وما كان لبشر
أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ما فيش مباشرة كده على الأول. فإذا كان الله قد آتاه بالإيه؟ بالوحي، يبقى آتينا موسى الكتاب أوحينا إليه بمعانيه، خلاص كده. وآتينا موسى الكتاب، الكتاب ده عاملينه لموسى لوحده ولا جعلناه ليبلغ إلى بني إسرائيل ليرسم لهم طريق الهدى إلى الله؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه إيه؟ هدى لبني إسرائيل، زي الآية برضو الثانية. آتينا موسى فلا تكن في مرية إيه؟ من لقائه، وجعلناه برضو هدى إيه؟ لبني إسرائيل في صورة السجدة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، والهدى قلنا الطريق الموصل للغاية من أقصر الغاية، هدى يعني طريق موصل للغاية من إيه؟ من أقصر وجه وبأقل إيه؟ تكلفة. ولذلك يقول لك مثلا الطريق المستقيم يعني إيه؟ لأن ثابت عندنا في الهندسة أن الطريق إذا عوج كسر ولا انحنى يبقى طويل ولا مش طويل، فبيجي كده على طول كده، يبقى قصير ولا مش قصير؟ يبقى قصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، خلاصة الهدى إيه؟ الخلاصة كلها بقى موسى جعلوا الكتاب، وبعد ذلك جعل الكتاب هدى لبني إسرائيل. ما تركيز الهدى لبني إسرائيل؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يبقى جماع المنهج في إيه؟ في هذه الكلمة، ألا تتخذوا من دوني إيه؟ وكيل هو الذي يتولى أمره. نقول له انت بتخلي واحد يتولى امرك لانك اولا تشهد انك عاجز عن هذا الامر، وان اللي انت بتوكله ده احكم منك واقوى، مش كده؟ فاذا كانت الاغيار اللي انت بتشوفها في الناس، اللي بتشوفها في اللي زيك كده، ده الاغيار بتستولي على الناس، ده كان قوي يبقى ضعيف، وكان غني يبقى فقير، وكان صحيح يبقى ايه مريض، وكان يعلم يصبح لا يعلم. الله، اذا فيه اغيار. فانت لما توكل، وكل اللي ما تجيلوش اغيار، وكل اللي مين وفوق الاغيار ان اللي انت وكلته يموت منك، توكلته يعمل حاجه ومات، تبقى ان كنت شاكر بقى. وكل اللي الاغيار ما ايه ما تتناولوش، ووكل اللي الموت ما يجيلوش. ولذلك ربنا حين يعلم خلقه أن يكونوا على وعي وإدراك يقول لهم إيه؟ وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. زي ما قلنا الواحد يتوكل على واحد في حاجة ويصبح إلى إيه؟ يقول لك فلان ده اللي هيقضيني الشغلة، فلان ده اللي هيعمل لي، وبعدين هو يجي له واحد يقول لك إيه الباقي في حياتك بفلان، لو مات منه يبقى يعمل إيه بقى؟ يبقى يقول وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. وما دام كده اوعى تتخذ من دون الله وكيلا، ولو كان هذا الوكيل هو الواسطة بينك وبين ربك كالأنبياء برضو، لأنهم حي إيه؟ لأنهم ما بيجيبوش حاجة من عندهم، ده هم بيناولوك من مين؟ يبقوا هم ما يبقوش ما خدوش المسألة من الله، ده هو يقعد إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول احنا لو شئنا ما نوحيش لك ابدا وحي ولا اي حاجه، تجيب منين انت لما ما نوحيش لك؟ يبقى اذا ولا اللي كان واسطه بينك وبين الله تتخذوا ايه؟ تتخذوا وكيلا. الا تتخذوا من دون وكيلا. طبعا العلماء بقى لما جم في هذه العباره تكلموا في مسائل، الا تتخذوا اندي اصلها ايه؟ ولا اصلها ايه؟ يا ترى هي نهيه ولا نفيه؟ مسألة بقى طبعا واسعة شوية. المهم اننا نقول ان احسن ما يقال فيها ان اندي مفسرة. يعني ايه مفسرة؟ انها تفسر اللي قبلها. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم، يبقى الوسوسة هي ايه؟ قال له يا ادم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يبقى ان فسرت الوحي ولا لا؟ اوحلها بايه؟ ارضعيه. يبقى ان فسرت مين؟ ان فسرت الايه الوحي. واوحينا الى ام موسى ان ايه؟ ان ارضعيه. يبقى ان اسمها ايه؟ مفسره. يبقى هنا ايه؟ الهدى والكتاب وكله يفسرها ايه؟ لا تتخذوا من دوني وكيلا، لان اتينا معناها اوحينا اليه ان لا تتخذوا من دوني ايه؟
وكذا. تبقى أن هنا إيه مفسرة، أو أن فيها معنى المصدرية. وإحنا عندنا معنى المصدرية لما تيجي مرة تبرها بالحرف ومرة تبرهاش بالحرف، تقول عجبت أن تقوم، عجبت أن تنجح وقد كنت مهملا، عجبت عجبت من أن تنجح، عجبت من إيه؟ عجبت من أن تنجح. لكن مع أن يحذفوا الإيه حرف الجر، يبقى هنا إيه؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا، معناها إيه بقى؟ وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأن لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، اهو واحد يقول لك ذرية من حملنا مع نوح، دي ذرية منصوبة كده وجاء ما فيش فعل ينصبها، أم قال لك في حاجة اسمها ايه؟ الاختصاص لقصد المدح. أخصكم أنتم يا مين؟ يا ذرية مين؟ نوح. طب وإيه يعني اشمعنى ذرية نوح؟ أما قال لهم نوح إحنا عملنا في إيه؟ إحنا خدنا اللي آمنوا بيه ونجيناهم من الطوفان والغرق. كويس كده؟ وحافظنا على حياتهم وأنتم ذريتهم. فلازم تذكروا هذه النعمة لله. أن بقاءكم الآن من بقاء آبائكم. وبقاء آبائكم كم مين؟ كم من ويا نوح. يا ذرية من حملنا مع نوح، لكنه بيمتن عليهم بيقول لهم يا ناس يا 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 ناس من اكرمناهم بالنجاة من ويا نوح، استمعوا الى منهج الله، لانكم اباؤكم جربوا الله في ان اللي يؤمن به يكون له ايه؟ يكون له نجاة من اي ايه؟ من اي حادث. ذرية من حملنا مع نوح. طب وحملنا مع نوح؟ قال لك ليه؟ قال لك إنه كان عبدا شكورا، هنكرم ذريته لأنه إيه؟ كان عبدا إيش؟ الله. إذن العمل الصالح للواحد ينفع مين؟ ينفع الذرية. فبيقول لهم إنه كان عبد شكور، ولذلك إحنا هنلاحظ مين؟ ذريته. ولاحظ ذريته مش هينسبهم يتخبطون في تيه، هنرسل لهم هدى يبين لهم الطريق الإيه؟ الطريق الإيه؟ الطريق الصح. وإحنا قلنا إن الآباء في قول الحق سبحانه وتعالى ينشغل دائما بمين؟ الواحد ينشغل اولا بقوته، فاذا ما تيسر له قوته اليوم يقوم يقول لك ايه عايزين نبقى قوت يعني ولو سنه، ولما يبقى عنده سنه يقول لك للعيال، مش كده عمال بيترقى بيترقى. يبقى اذا تمر على الانسان لحظه يبقى خير ابنائه وذريته اكثر من خيره. اما ابنه يبقى تعبان يبقى هو بده يتنقل التعب لمين؟ التعب له هو. ولذلك بقول لك المشغوليه دي بتاعت الناس يجب ان يتجهوا فيها الى شيء. انت بتنشغل ليه؟ لانك انت يمكن بتبقى فتوه وبعدين تضعف ما تقدرش على نفقه ولادك، هذا واحد. او هتفضل قوي وبعدين تموت تسيب عيالك ايه؟ قال لك بقى زي ما قلنا سيبهم لمين؟ اللي لا يضعف ولا يموت. وليخشى ايه؟ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نقول له ما دام خايف عليه اعمل ايه بقى؟ اوعى تقول اعمل له في البنك ولا اعمل له عقارات ولا اعمل له ارض ولا اعمل له تجاره، لان دي كلها ايه؟ عرضه عن ايه؟ تذهب. يجي ولد مفسود يضيع الدنيا دي ايه؟ كلها. انما استبقي لهم مين؟ استبقي لهم تامين حياتهم في يد خالق الحياه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ايه؟ خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه؟ قولا سديدا. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يدينا صور واقعية يحكيها القرآن. حينما التقى العبد الصالح مع موسى، مرة تلو حكاية خرق السفينة، ومرة قتل الغلام، ومرة الايه؟ إذا أتيا قرية استطعما إيه؟ استطعما أهلها، يعني إيه؟ طلبوا منهم الطعام، وطلبوا الطعام أصدق سؤال من السائل. يمكن السائل لما يقول لك اديني جنيه تقول ده بيكنزه ابن الإيه، ده هيدكنه، ده هيعمل، إنما بيقول لك اديني رغيف آكل، يبقى ده سؤال صادق ولا مش صادق؟ طب حطه له والله إن كان شبعان ما هو جاي هياكل على قده. إذا طلبوا الطعام أصدق أنواع السؤال. فإذا كانت القرية قد ضنت عليهم بالطعام،
تبقى تضن عليهم بما فوق الطعام أكثر ولا لا؟ أكثر. تبقى قرية لئيمة ولا قرية كريمة؟ لئيمة. لما جه وشاف جدار كده عمال بيشرخ كده وبيتلخلخ، قام قال ده الجدار ده هيقع، فراح نقضه وباني الجدار. اللي وياه سيدنا موسى قال له يا شيخ انت ده قرية لئيمة، احنا طلبنا منهم طعام فما رضيوش، تقوم تبني لهم جدار وما تاخدش عليه اجره؟ ده بحكم ظاهر الاشياء ان ما دام ما ادلهمش طعام كان لما يعمل لهم عمل يبقى ياخد عليه ايه؟ اجره. قال له ما انتش برضه ما انتش فاهم، وحب يفهمه. قال له ده قريه لئيمه والجدار ده اصله تحته كنز، والكنز ده بتاع غلامين غلابه لسه ما يقدروش يقوم على انهم يدافعوا عن مالهم، فلو الكنز ده بان والقريه دي لقيه ما يعملوا ايه؟ ياخدوه. يبقى انا لما بنيت الجدار قدمت لهم جميل ولا رديت على لقمهم؟ طب انا رديت على ايه؟ على لقمهم. العله في دي كده. طيب عال وبقول لك ايه؟ ان الام الجدار فكان لغلامين ايه؟ شوف يتيمين في المدينه. وكان ابوهما صالحا. ادي الشاهد اهو. فأردنا أن يبلغ إيه؟ أشدهما ويستخرج كنزهما. طب ما دام بنيت الجدار، طب لما يبلغوا الأشد هيعرفوا إن هنا كنز إزاي؟ بلغوا الرشد أهو، يعرفوا إن هنا كنز إزاي بقى؟ لازم بناه بناء موقوت، بحيث شاف كده الأولاد دول سنهم كام؟ ده يبلغوا مثلا بعد كذا سنة، قاعد يحسبها، فبنى الجدار بناء إيه؟ موقوتة، بحيث لما يمر السنين دي الجدار يقع تاني. طب مين يقدر يعمل دي بقى؟ قال لك اصل ابوهم صالح، وما دام ابوهم صالح هم في حيازه مين؟ ربهم. فربنا يبعث لهم اللي يحافظ واللي يقعد يحسبها ويقعد مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي. وكان ابوهما ايه؟ صالح. ولذلك يقول الحق في ايات اخرى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. يبقى كرامة للآباء إننا نخلي أولادهم إيه؟ وإن كانوا قد قصروا في العمل عن آبائهم، وما ننقص آبائهم العمل بتاعهم، مش ناخد اللي عملوه أبوه ونوزعه عليهم بنعمل متوسط حسابي، لا، اللي عمله هم ياخدوا بالكامل بس نلحق به مين؟ إذن قول الله ذرية من حملنا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. وما دام نوح كان عبدا شكورا، قالوا كان من شكره أنه لا يتناول شيئا من مقومات حياته ومن ترفها إلا حمد الله عليه. ساعة ما يجي يأكل والحمد لله الذي أطعمني من غير حول مني ولا قوة، يشرب الحمد لله الذي سقاني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي كسال، الحمد لله الذي سخر لي ما أطلع. كل ما يعمل حاجة يوم يحمد إيه؟ يحمد ربنا. ولذلك بعض الناس الصالحين العارفين بالله يقول لك ما أكثر ما غفل الإنسان عن حمد الله في نعمه، تمر عليه نعم كتير ويغفل عن حمده. ده كتر خير الدين اللي يقول ساعة ما يأكل بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله رب العالمين، ده في حاجات كتير بيعملها. ولذلك يقول لك لما يعقل بقى كده ويكبر يقول لك أنا عايز أعمل اسمه حمد القضاء، حمد القضاء زي الصلاة الأضر، صلاة فاتته بإيه؟ يوم يقول الحمد لله على كل نعمة أنعمتها علي يا ربي ونسيت أن أحمدك عليها، ويقعد بقى كل ما هو قاعد فاضي يقول الحمد لله على كل نعمة أنعمتها علي ونسيت أن أحمدك، ويتعدى ذلك إلى أن يحمد الله عن الناس الذين أنعم الله عليهم ولم يحمدوه. يقول الحمد لله عن كل ذي نعمة أنعمت عليه ولم يحمدك، يعني بيقوم بداله. ولذلك يقول لك النعمة التي يحمد الله عليها لا يسأل الإنسان عنها يوم القيامة لأنه أدى حقها من الحمد ومن الإيه ومن الثناء، إنه كان عبدا إيه شكور. والشكر ده صحيح شكر للمنعم، شكر للمعطي، ثناء عليه، إنما هو تجارة للشاكر. هو تجارة لمين؟ للشاكر، لأن لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى ربنا مش عايز شكرك، إن كنت عايز الخير ليك داوم الشكر.
إن كنت عايزني وصلك بالنعم داوم علينا بالحمد. نعم. ذرية من حملنا مع نوح أي في السفينة إنه كان عبدا شكورا. في شاكر وفي شكور، وفي صابر وفي صبور. الشاكر قد يشكر مرة، إنما الشكور اللي دابه إيه؟ اللي دابه أن يشكر. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ساعة ما تسمع كلمة قضينا تأخذ معاني متعددة، إنما تلتقي كلها في إيه؟ في قضينا بمعنى حكمنا. وما دام حكمنا يبقى أعلمنا المحكوم عليه، يبقى نقولنا قضينا يعني أعلمناهم، يبقى صح. وقضينا يعني حكمنا حكما، ما فيش فيه رجع زي حكم القاضي. نقوم نقول شوف بقى، ساعة ما ينسب قضينا إلى الله، لأن القضاء هو إيه؟ فصل في بين في نزاع، فصل. والفصل في النزاع يقتضي واحد يفصل. اللي يفصل ده لازم يكون مؤهل لمين؟ ها؟ للفصل. زي دلوقتي بنقول روح كلية الحقوق عشان تدرس القوانين وتعرف مش عارف ايه وتسمع وتعمل كذا وتعرف ترجح الادله وتعمل الى اخره. يبقى لازم اللي بيقضي يكون ايه؟ مؤهل للقضاء. ولو في عرف المتنازعين يمكن يكونوا كلهم اميين ما يعرفوش حاجه، انما يعرفوا واحد انه يعني بيقول كلمه الحق وعادي كده، يقول لك احنا رضينا بايه؟ بحكم فلان. اهو هو عندهم ايه؟ بقى القاضي خلاص المحكم ده. يبقى قضينا يعني حكمنا في نزاع. بس اذا كان القاضي غير الله يبقى القاضي ده لازم يكون مؤهل خلاص. ولو في عرف المتخاصمين. ثانيا انه ما يحكمش بعلمه، لازم يحكم ببينه، يسمع بينته على من ادعى واليمين على ايه من أجل. يبقى عايزين قاضي، والقاضي عايز بينه، والبينه دي تيجي بالناس شهود ولا مش عارف ايه او من التالي اللي هيحلف. وبعد ما يقضي لا يملك سلطة ان ينفذ، يبقى في سلطة تنفذ حكمه مش هو يقضي ويحكم. فما بالك اذا كان القاضي الله الذي لا يحتاج الى بينة، والقاضي هو المؤهل خلاص، والقاضي هو الذي ينفذ. تبقى السلطات كلها جت في ايد مين؟ يبقى في ايد واحد. يبقى ده مستوعب لايه؟ لتأكيد الحكم. وما دام قضينا يعني مسألة ايه؟ لا مفر منها. ليه؟ لان انا مش عايز بينات. ادي واحد خلاص. ولان ما عدش عنده احاطة وحكمة، لان قد يعرض الانسان عرض في قضية وكل لبق شوية يوم يعرضها عرض كده مستمل للقاضي، وما دام العرض مستمل للقاضي يمكن القاضي ياخد بكلامه. هما هيبقى القاضي احسن من النبي؟ قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، يعني عشان احكم. ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته. يعني ايه الحن بحجته؟ يعني عنده ايه؟ لسان لبق يستطيع انه يغلف الايه؟ المسألة. فاقضي له حسب الايه؟ حسب الحجة. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذ. مش يقول ده النبي حكم، فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى إذا رد الحكم إلى ذات مين؟ إلى ذات المحكوم له. يقول له إيه؟ راجع نفسك كده، أنا بشر يمكن أنت تجيب حجة كده وتعمل مش عارف وتدلش عليا، لكن إن عميت على قضاء الأرض فلن تعميه على قضاء الإيه؟ السماء. وأنت عارف أنت نفسك، فمن قضيت له من حق أخيه راجع نفسه. ولذلك يقول لك مثلا تستفتي واحد فيفتيك فتوى او مش موافقه للحق. ولذلك الرسول ايه يقول ايه؟ وان افتوك وان افتوك وان افتوك. معنى وان افتوك وان افتوك وان افتوك ثلاث مرات ليه؟ يقول لك خليك واعي، اوعى تفهم ان فتوى المفتي ايه تدي لك حرام ولا حلال. راجع نفسك كده، بينك وبين نفسك انت اللي ايه تحكم. وان افتوك لازم تراجع نفسك، وان افتوك لازم تراجع ايه؟ لازم تراجع ايه؟ نفسك. وقضينا الى بني اسرائيل. قضيناهم، قضينا يعني حكمنا حكما
أنميناه أو أعلمناه فأوحينا به إلى النبي أولو البني إسرائيل. شوف جاب كم حاجة، قضينا إلى بني إسرائيل، قضينا يعني حكمنا حكم، وما دام هو اللي حكم الحكم يبقى كل السلطات في إيه؟ في إيده. وبعد ذلك أوحينا به لمين؟ للرسول، عشان يقولوا لمين؟ إلى بني إسرائيل. يبقى قضينا إلى بني إيه؟ إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب برضو قلنا ما دام يجي إسرائيل يجي موسى يبقى الكتاب هو إيه؟ هو التوراة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أعلمهم بما يكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله على ألسنة الرسل، أي ينفذونه وينصعه أما ينفذوش ويفسدوا في الأرض. احنا قلنا لهم انتوا هيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت. بالله لما يقول هيحصل منك كيت وهيحصل منك كيت، اول حاجه تحصل منه وهو مختار، مش يقول يا سلام ده الرسول قال لنا ده هيحصل مني كيت، يقوم يجي في الحاجه الثانيه بقى يختشي على عرضه. ما احنا قلنا لك هيحصل منك كذا وحصل، يبقى اللي نخبرك بيه صدقه ولا ما تصدقوش؟ يبقى صدقه. والى لقاء اخر ان شاء الله.